رفيق من أسرة محافظة تزوج زواجا تقليديا، فبالرغم من صغر سنه إلا أنه قرر تحمل المسؤولية. اسمي أنا رفيق، جي 28 عام، ماري ديفورسي. هل تزوج؟ حنا كما نقولوا من عائلة محافظة، عايش مع والديا وتزوج زواج عائلي. هيا بلوتار واحد عندي 3 سنين ملي تلقت. ونهار اللي تزوج كنا نورمال ملاح، عايشين ملاح. بليوتار نهار اللي ولدت المدام، شغل ولدت تدير في ديخيز منا، شغل حتى وين لحقت، حتى لوين تحب تقتل، ترمي روحها من الفوق، تحب تقتل لي وليدي، تحب يحكموها ديخيز. ايا بالخطأ لقيت باطا تاع دواء، ايا ديتها للفارماسي، قلت له شنو هذا الدواء؟ قال لي تاع بسيكاتر. بعد فترة من الزواج اكتشف أنها تشتكي من تخلف عقلي. ثم أنا بديت نشك، لحقت حتى كما كان الحال. وواحد الخطأ تاني حبت تلتقل لنا الدار. أي وحتى وين لحق بابا سيبون تاع يودي، قال لي سيبون ما قدرتش، لازم تلقى وبليجي عليك. أي تلقتها. هي رفضت العلاج، صرحتها بهذاك الدواء. رفضت العلاج، نقولها عندك البسيكولوج، عندك الطبيب، والو ما تحبش. وهي كي كانت عندي في الدار طول باش تروح عند ماليها، باسكو لا ديستونس بعيده، شغل ماكش شكون اللي يجيب لها الدواء. وماليها على بالهم باللي مريضه، شغل خباو علينا، فهمتي؟ ايا كي نقولها عندك الطبيب ولا منها، تقول لي لا ما تحبش. ايا ولاو يحكموها ديك خيز هكذا طايح منها. كما قلت لك لاخت حتى وين حبت تتقن الداش على القرعه تاع الغاز. ايا بليوتار انا سيبو جو ديسيديت نتلقها. المراه عندها الكريسبيليبسين، عندها مرض السكري، يعني موش عيب، هذه حاجه تاع ربي، ربي يشافيهم جميعا. والمراه هذه عندها الربو، عندها الذيقه ازماتيك الى اخره. كي يجي يخطب يقولوا له لا توفا بيان، راهي في صحه جيده، راهي ما شاء الله. وممكن وكاين بعض البنات عندهم امراض عقليه يعني، وعندها حبوب مهلوسة، وعندها أدوية، عندها أقراص من طبيب عقلي لازم تتناولهم يوميا، تولي في حالة جيدة. لكن لما غدوة تزوج ممكن هذيك أدوية ما يحضروش يخلاص، وممكن فالعيوب تبان. هذا غش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. وش معنى فليس منا؟ أي فليس من أتباعي وأحبتي. ما راكش حبيب الرسول، وما راكش من أتباع الرسول، أنت بعيد عن الهدي النبوي الصحيح. إذا فيها عيوب، أي والد أو والدة أو ليبارون الوالدين يجي يخطب خاطب لازم تقولوا له العيوب. وهو أيضا إذا فيه أمراض ما لازمش نحسوا غير في المرأة المسكينة، هو ثاني إذا عنده أمراض أو عنده عيوب لازم يبينها منذ البداية. إذا كان وافقوا أو وافقت العائلة تاع المرأة أو الرجل على سماعهم لهذه العيوب تاع الرجل، أو سماع عائلة الرجل على عيوب المرأة وقابلوا، خلاص غدوة راه ضامن، خلاص ما دام قبل وغدوة يديها للدار وتحت تسرع له، لا لازم يداويها، لأن من الأول على باله بلي عندها هذا المرض هذا. أما إذا كان دا صحيحة ما شاء الله، مع مضي وقت بدأت تظهر بعض الأعراض وبعض الأمراض غير طبيعية، هنا لابد لهم من تعويضه، ويجوز له أن يرجعها إلى أهلها لأنهم غشوه، راه خسر دراهم ودار عرس ودار كذا، مع الخلقها مريضة. وأمام رفضها العلاج وإصرارها على قرارها لم يبقى أمامه إلا الطلاق. أيا بلوتاكي تلقتها؟ ولاش خليني زعما نشوف وليدي؟ ممكن نروح لتماك لدارهم خاوتها زعما يحبوا يضربوني منا، شغل ليسونسيال يحبوا يبعدوني على وليدي، سوتو هي. ايا كيما كان الحال حبيت نرجعها ونورمال ونسي كيفاش نداويها، مي خاوتها وقفوا لي في وجهي. رفضت غير كي نجبد لها على سيرة تاع الطبيب سيبون، شغل تحب تهبل منا، تبدا تعيط، شغل يحكموها ديك خيز. أما الحق في الزيارة فهو حق للزوج، يجب على الزوجة المطلقة أن تلتزم به، وإلا تعرضت لمتابعات جزائية.
هنا وجد نفسه أمام مشكل وهو رؤية الطفل ومحاولة إثبات مرضها أمام العدالة. أيا كي تلقتها كي نشوف زعما هكذا وليدي والو تقول لي غير هو اللي ما تشوفوش. لازم ترجعها. لازم وتسيد دات البوسيب قلت معليش وهذه مرتك مالغريتو هي مرت وليدك. هي مرت وليدك. زيارة الحاضن تكون بحكم قضائي في العادة يكون يومين من الساعة 8 إلى الساعة 5 وكذلك في بعض في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والعطل المدرسية تكون مناصفة بين الزوجين. ولكن إذا شاف بلي هناك إهانة ممكن ولده يروح عند خالته عند الخالة أو العم أو الخال أو الجدة من الأم هنايا الحضانة للرجل لأن المرأة مريضة تقدر تخنقه وتقدر تقتله وتقدر ترميه من الطاقة. إذن له الحق أن يطالب بأخذ ولده أو برؤيته ولو مرة في الأسبوع. أيا كي نقول لها زعما يداويك منه والو غير هي غير قالت لي غير أنت شغل ما فهمتش بها ما حبستش تولي لي منها وخاوتها وقفوا لي في وجهي قالوا لي ما ترجعهاش. أيا دونك راني حوز دوكا نطلب من نسي كيفاش نلقى أو موان كاش وسيلة أو ميم طو راني نحوس على أون بخاف زعما تبين لي بلي هاديك شغل مرا مالاد شغل بسيكاتر دونك نطلب نتمنى زعما كيفاش دي بوسيبل تاعي باش نلقى وسيله او شغل باش ندي ولدي من عندها باسكو نخليها عندها ريسك ما نقدرش ريسك بولد. اثبات ان احد الزوجين يعاني من خلل عقلي او بعيب من عيوب الزواج يلجأ فيه القاضي في اغلب الحالات الى الخبره القضائيه التي تثبت هذا الادعاء أو تنفيه، يعني الفيصل في هذه القضية وهو الخبير الذي يقوم بكل وسائله التقنية والعلمية من أجل إثبات أو نفي هذه المزاعم. تخاف؟ بيان سور اللي تنخاف. نافق على وليدك؟ بيان سور نافق عليه وشغل شغل ما نافق عليه وشغل نزيد أوبليج عليه هذا وليدي. وشنو هي زعما شغل كي نقولها خليني زعما نشوفه ولا تقولي لا ما حبتش سيدات معها كلش والو. بزاف الامور اللي اكتشفناها احنا وصلت وين استدعينا ازواج يقول لك انا ما حبتش تصنت لي قوم روحها ولا كاين ولادك. وكاين ازواج واحد اخرين مالغري طلقوا ولكن النفقه اللي دارتها العداله وزادوا فوقها. احنا يعجبونا هادو الناس اللي يخموا على ولادو ما يخممش على الزوجة. معليش الزوجة ممكن المكتوب كمل.